نخرج من التمثيل للغنى بقى. الاغنيه الجديده طبعا بتاعت الجميله جدا مكسره الدنيا يا مسكين. الاغنيه كلمينا بقى شويه عنها بقى. الاغنيه كلمات اسير الرياض من السعوديه، ومن الحن محمود الخيامي من مصر، وتوزيع مدحت خميس. وغناء مين؟ غناء مين؟ غناء ده افيه بتاع المونتاج او عندك المونتاج. يلا. فانا حبيتها، وانا لانه كله بيتقال سؤال لي بتغني خليجي، بقول انه عندي جمهور كبير قوي في الخليج، ما ينفعش ان انا ما اهتمش بيهم. وانا بحب اللهجه الخليجيه، وقبل كده عملت اغنيه خليجيه في البوم المصري نجحت جدا. خليجيه قوي عشان مغربي. ملامحها خليجيه شبه المغاربه. مش لا لا شبه المغاربه. حصلت خناقه قبل كده على السوشيال ميديا انه سميه كويتيه، لا مصريه، لا كويتيه، لا مصريه، لانه في هاله الخشاب في الكويت. برضه فقال لك لا كويتيه هاله الخشاب، لا مصريه. يا جماعه انا عربيه، انا مصريه عربيه.